سيفي إلها عشاق ما بضيقوا عنها فراق، لو قام العاشق عنها بيرجع يركب هالمشتاق. هن زادن ديدي ديدي كيف رحتي وكيف ما جيتي، ولا واحد منهم بيفل نحن محلينا وليل، ولا مرة بمن بنحل عليكي مش عمرك حل صار لازم نلقي لها حل. نحن محلينا وليل ولا مرة لك عيني هالمره بدي البزورات سوبر اكسترا. ايه لا لا لانه جايني ناس على العشاء ما بدي اتجرس من وراك بشرفك. بونجور وحياتك في عندي هالمعامله. لك لح يا زلمه بشرفك هول بس والقدامه والفزق هول ما بدي اياهم، كتر لي القلوبات. ايه الكاج عطيت بحب قوي البندق بشاحي. ليك بدي البندق الكبير، عرفت الحبه الكبيره بيقولوا لها بندق امريكاني؟ ايه هاي كثير طيبه. ايه ليك بشرفك بديش ارجع ذاكرك بلا ملح. لا لا مش انه انا عندي ضغط او شيء، لا بس انا ما بحب الملح. ايه هيك كتير منيح. وجوز ولوز ما تنسى. ايه بشرفك بدي عزبك عم عزبك فيهم. ايه ليك كأني انحشرت بدي فوت على الحمام دقيقتين وبرجع بحكيك. ايه دقيقتين ماكسيموم. يلا عال. ايه منيح. يلا باي. تليفون بدي عزبك. ليك عيني كأني انحشرت بدي فوت على الحمام انا وما عملتك بتخلص عندها. ايه اوكي إيه؟ يعطيك العافية. يعني بونجور وحياتك في عندي هالمعاملة. وقف بالصف ليجي دورك عيني. ما في حدا بحب يساعدك بشي؟ هديلي هاي منيح. عليها شوي. عليها؟ ايه مش شايفة عليها. ايه نعم نعم. ايوه هون هون حلو كتير. وفي نقطة تحت عينك التانية كمان بدك تعبيها. ها؟ ايوه. حلو حلو جولي جولي. ايوه. شو قلت لي عندك؟ وحياتك عندي هالمعاملة. ليك عيني هلا صارت الساعة 10 ونحن اليوم الجمعة بنسكر 11، روحوا تعا بكرة مثل هالوقت. بكرة مثل هالوقت؟ هون حلو هاي؟ ايوه هون حلو كتير. تخن بعد؟ ايه تخني تخني. ما حبيت. لا حلو حلو. ايوه طب تاني. شو بعدك عم تعمل هون؟ يلا روحوا تعا بكره يلا. افت بخلي الواحد يعمل مكياج على رواق بالدولة. شو فعل؟ فين التليفون؟ طلبي لي ريلايل. احكي على صوت واطي فلسطيني. ايه عيني كرمال البزورات. ايه بدي زيد عليهم كمان الفستق، عرفتوا ايه الحلبي. ايه يكونوا مفتوحين مش اقعد ساعة فق فيهم على اسناني. حياتي وين رايحة؟ ضهرة. لوين؟ ما خصك. شو رايحة تعمل؟ ما رايحة أعمل شيء. لا لا ما أنا أكيد ضهرة ما رايحة تعمل شيء، فسري لي. بنغير رايحة السعودية لما يعمل شيء وحضرتك ما علقت، فيني أفهم ليش أنا لما بدي أظهر لما أعمل شيء بدك تعلي؟ ولا هيدي فيك عليا وهيديك عليا ما فيك؟ رجال آخر زعم.
بونجور مازموزيل. يا اهلا بونجور، مين حضرتك؟ جبرايل. اه يا اهلا وسهلا، تفضل. بدي اشوف اذا بتريدي علي الديك وبوس وبقرعته اذا بتريدي. انت اهدى مادموزيل. ميرسي. ايه بس علي الديك هلا مشغول يعني ما في يشوفك، بتحب انا اوصل له شيء مسج او اقول له شيء؟ ايه اذا بتريدي قولي له لعلي الديك انه من وراه من وراه صرت وفر واقدر ضب $800 كل اخر شهر. نعم، من وراه علي الديك عم بتضب $800؟ كيف؟ ما مرت بنكدي ما كانش تقبل الا ما كل ويك اند، كل ويك اند السبت بدها تسهر برا والاحد بدها تتغدى برا، كل ويك اند $200، مش حرام يا مادموزيل؟ هلا حرام، بس هلا شو تغير يعني ما عم بفهم. هلا شو صار؟ ايه. سبت عشيه بقول لك طلعت نسهر يا نكدي، بتقلي سهر لحالك يا جبرايل. انا عم بحضر حلقه علي الدين. نهار احد طلعت نتغدى برا يا نكدي، طلعت غدى لحالك جبرايل، انا عم بحضر اعاده لحلقه علي الدين. بتقول لي علي الدين واللي جاب علي الدين والجديد وجراس الريس وام الياس والعنزه، ولك اذا نكدي وحبته ما هون ايش يا مازال؟ كمبيوتر. لا غني لي دار الناس. هني زادو تيتي كيف فرحتي وكيف ما جيتي. مات. هاي منيحني شفتك هون مات. شو مات. عبالي استشيرك بشي. تستشيريني بشي؟ بشو؟ بشي. ليك مات، عم فكر انه احشي. عم تفكري شو؟ احشي. تحشي؟ شو بدك تحشي؟ ما صرت حاشي كفاية يا شوشو. تسقى. تسقى شو؟ تسقى. هالمرة عم فكر احشي غير شي. غير شو؟ غيش. شو عم تفكري تحشي يا شوشو؟ عم فكر احشي فردي مات. فرديك؟ لشو؟ لانه بدي اقتل جوزي. شو؟ بدك تقتلي جوزك؟ لشو بدك تقتلي جوزك؟ لحتى اطلع مع توني خليفه ومارسيل غانم واحمد بالخط العريض ويصير حديث البلد، وما بتعرف مات ويمكن شرقت وولعت ويصير عندي برنامجي الخاص ما يقوم شو؟ يرقون شو؟ 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 بتحبي تشربي شو؟ هالشي؟ شوكولا شو؟ شوكولا شو؟ شو؟ احنا محلينا وليه ولا مرة اشو؟ وقع كمان؟ انا بدي فتش عليهم، ابرين فتش عليهم، اعطيني دفتر سفيعة وتسجل على السريع. يلا يلا يا بمول اشيها سكيها على السريع، يلا فتش، ضيع لي وقتي كمان، يلا يا على السريع دفتر سفيعة وتسجل. ايه عفريك هون. يلا روح، الله معك الله معك. اش مفكر الامن سايب يعني؟ روح على معك مدام. شفت يا بطرس؟ شفت شو صاير بالهيئة العليا للإغاثة؟ لا والله شو صاير؟ لكيف شو صاير؟ شو ما عم تسمع أخبار؟ لا ما عم بسمع. $10 مليون طايرين ومش عارفين وين، عم بفتش عليهم ليعرفوا وين راحوا. لك منيح يا طاري، بتصير يا زلمي بتصير. بطرس ما تجنني، شو بتصير؟ إيه لا ما بتصير، عم تسمعني شو عم قلك؟ عم قلك $10 مليون طايرين وما عم يعرفوا وين راحوا بتقلي بتصير؟ عم قلك في هدر وفي سرقة وفي اختلاس بتقلي بتصير؟ ولك منيح، شو أول مرة؟ بتصير يا طارق بتصير.
بطرس ما تجنني، الله يرضى عليك ما تجنني. حروق يا خيي، بس انت هيدا الحكي اللي عم تحكي منه منطقي. شو حبيبي؟ هيدا وضع مش مقبول بطرس حبيبي، هيدا ميل عام، يعني هيدا الميل لكل مواطن لبناني، ما قلن حق المسؤولين يحطوا ايدهم عليه. ولك منيح، واذا شي مسؤول عاز شي مبلغ. بتصير يا طارق، بتصير. بتصير شو بقت لك؟ لا يا عم طول بالك حبيبي، ما تشوخبني. لا ما بتصير، لا يجوز انه يصير. نحن هلا شو موقفنا قدام الدول المانحة؟ الدول اللي بتعطي مصاري شو بدنا نقلها؟ هلا عنا ازمه يا طوله يا عرضه، اللاجئين السوريين بدهم مصاري. ايه. كل فكرك هالدول حتعطينا بعد؟ ليه ما بدهم يعطونا؟ ليش ما بدهم يعطونا؟ كيف بدهم يعطونا وهن كل شيء بينبعت؟ بيطير يا بطرس بيطير. دارت لك هن زادن كيف فرحتي وكيف ما جيتي. واو جريت ريلي. You made all this today? Oh my God, you're wonderful. No. Today only I bought the dress I told you about. Yes, only. You have to go now? Okay, dear. Go ahead. We talk later. Goodbye. Love you. Shiri Kiki? بكي شي؟ نو واي؟ شو قصتك؟ محرورة؟ او ماي جاد كيكي، نو واي؟ ام فاين. ام فاين؟ شو قصتك؟ ليش عم تحكي انجليزي؟ ولو ما لانه يا بهيم مش عارف انه الامريكان عم يتنصتوا علينا. بلا اي، واذا حكيت فرنسي كيف بيفهموا علي شو عم بقول؟ او ماي جاد كيكي. Dear, can you please bring the bread and the butter from the refrigerator because I feel very hungry? The bread and the butter from the refrigerator because you feel so hungry? Very, very. أهلاً يا باشا. أهلاً بالباشا، أهلاً. نورت الطرمبة يا باشا. يا هلا بيك يا باشا. قد إيه الغسيل؟ 5000 يا باشا. 5000 يا كتير منيح. تفضل ننزلوا. اهلا بالعيال كلها. اهلا ما تستريحوا بالطرمبة. يلا ما تستريحوا. امالك لوين طالي؟ الله انتوا مش عاوزين تغسلوا العربية ولا ايه؟ لا يا حبيبي لا، تفضل. لا 20000 جاي اتحمم انا الاولاد، والمدام عندها كم قطعه غسيل. الله ايه بلادتي. ليك إذا جيت عندك اليوم تعمل لي خصم، لأنه ما عندي ولا نقطة مي، ما عم تيجي المي عنا على البيت. الله ما تقلعي هدومك يا ستي هانم. إيه يا بلاد؟ هني زادن كيكي، كيف فرحتي وكيف ما جيتي. كان الجلسة رائعة يا صوفيا. ثانك يو، ثانك يو، ثانك يو، باي. شو هاد بإيدك يا صوفيا؟ ماشي صوت اللي حصل بيناتنا بس. شو؟ صوت اللي حصل. لا، ليش عم تصير هيك يا صوفيا؟ عم بقلد سبلفني. يا خرب بيتك يا فؤاد، اخترب بيتك يا فؤاد. ليش عم تصير هيك؟ ما قلتي لي يا صوفيا. لأنا دا تلاقيني صار لي فترة عم فكر شو لازم أعمل معك، فما لقيت إلا طريقة سبلفني. فظيعه، انت بصورك انت وهيك بطريقه فاضحه وهابطه وسكسي وهيك وبستفزك، بلكي بقدر ارجع اموالي اللبنانيه. شوفي بوسك اجريكي، عفوا شو اجريكي؟ بوسك بصبيع اجريكي، قديش بدك حقه؟ 60 مليار بس. شقلت له. مين يلي معرقل استخراج النفط؟ ما أردت التحدث عنه هو طرح مبادرة لإيجاد حل للأزمة في لبنان. وذلك انطلاقا من تأليف حكومة جديدة تؤمن الاستقرار لهذا البلد. ليك تحضر سينيخة عبالك؟ شو في فلومة؟ والله عم بقولوا في كتير فلومة لبنانية خا. والله؟ طيب أي أحلى واحد بيناتهم؟
والله كلهم حلوين خا. وانت شو عرفك؟ شو حضرتهم كلهم؟ لا بس كلهم طلعوا نمبر وان بالبوكس اوفيس هالجمعة خا. ليه خيي حبيبي؟ شو قصتك انت من الصبح نازل في خا خا خا؟ شو قصدك بخا؟ ها مثل برو براذر بالانجليزي عم شجع العربي خيي خا. عرفت كيف؟ خا شجغ كيفك انت؟ منيحة. شو خير؟ ليه لبسة اسود؟ بابا توفى. ايه توفى امتى؟ صار له شي جمعة تقريبا. طب انا ليه ما حدا خبرني؟ ليه ما قلتيلي؟ كيف حياتي ما حدا خبرك؟ ما انا حطيت على فيسبوك RIP قاعد تكون نفسك بالسما وانت حطيتيلي لايك. ايه ما انا بعملك لايك على كل شي بتنزلي لانك صاحبتي وبحبك كتير، بس ولا مرة بقرا شو كاتبة. الله زعلتيني، كان لازم كون حدك. الله يرحمه. باي. هاي هي حضرة المهندس، هيدي هي البناية اللي بدنا نهدها. ايه بس هيدي بناية جديدة. منعرف انه جديدة، بس ما بقى ينسكن فيها. ليش؟ انه فيها نش يعني؟ نش؟ اعوذ بالله، بعدها خلانش، سوبر ديلاكس، بس نحن اجتمعنا لجنة البناية ايه؟ وقررنا انه هيدي البناية بدنا نهدها. طيب انه السكان كلهم موافقين؟ ايه. انو اكيد موافقين، ما شايفون حدك ايه؟ اساسا موافقين وما بدهم يقبضوا ولا ليره ايه؟ وبالعلامه كلياتهم ماضين. ماضين يا جيران ولا لا؟ بلا 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 وضع. يلا خلصنا. طيب لحظه، فيني افهم ليش بدكم تهدوها؟ ايه فينا نفهمك ايه؟ لانه هيدي البنايه ما بقى ينسكن فيها صدقني يا عمي. فيني افهم ليش؟ طيب يا خيي ايه؟ طلع فيي انا، احكي معي انا. نعم تخيل ايه؟ انا سني وساكن فيها ايه؟ ايه وجاري شو شيعي تابع للحزب. لا وحياتك. وجاري اللي فوق مني شو ماروني تابع لعون. اوه وحياتك. وجاره الباب على الباب سني متطرف. اوف 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 وحياتك. وجيراننا اللي فوقهم بطابق شو علوي. اي حزار. شو هني جيرانهم؟ شو هني؟ قوت. يا لطيف وحياتك. فبينسكى فيها هالبناية؟ بدها هد ولا ما بدها هد؟ اكيد بدها هد. ايه 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 لحظة مع هيك سكان بهيك بناية لوحدة بتنهض. مشي يا عمي. مشي يلا مشي. انت ليه ما عجبك حديثه من الاول؟ والله ما حد. وانت شو بك انت؟ انت حل عني شوفك روحي بقى لحال عم تعال هون عشان شو بتفتكر لحالك؟ حيث لا يجرؤ الاخر. خير مش ألانج، من وين تطلعي لي يا سئيلة؟ أنا عن جد زور، عن جد ما بفهم كيف أنتو كمسيحية ما بتقبلوا أنه ممثل المسيحية يكون رئيس جمهورية. انه عم بتجربي تقنعيني يا ميس او يا سخيفه انه الجنرال هو بيمثل مسيحيه بلبنان ولازم يكون رئيس. وانتو كمسيحيه مفروض تنبسطوا له وتشتغلوا على حالكم بهالوقت لتصيروا تستاهلوا هيك منصب. وعم بتجودي كمان. سؤال حبيبتي، انه فكرك الجنرال بيمثل مسيحيه اكثر من الدكتور جعجع؟ اكيد نو مش مزبوط. تا 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 حكيم تا 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 جنرال. هاي بعدنا بالحي، ما طلعنا لبرا. يا ماما مين يلي معرق الاستخراج النفط؟ جماعة الشفط. قربت تنحل كلمتك مدى الحياة.
ما أردت التحدث عنه هو طرح مبادرة لإيجاد حل للأزمة في لبنان. نعم. وذلك انطلاقا من تأليف حكومة جديدة تؤمن الاستقرار لهذا البلد. يعطيك العافية. أهلا لا فيك تفضل. كيف يساعدك؟ كيف فيك تساعديني؟ إيه؟ أنا بعرف. سامي شو يمكن ما فهمت علي؟ قصدي شو فيني أعمل لك؟ يعني شو طلباتك لحتى جيت لهون؟ شو فيك تعملي لي؟ أنا بعرف. مسيو شو جاي تعمل بوزارة الداخلية؟ أصلاً أنت بتعرف أنت هون حد مكتب الوزير؟ أنا بوزارة الداخلية؟ شو عم بعمل هون؟ أنا بعرف. الله يجيبك يا طولة الروح. لك ما تجنني مسيو بليز، إيه؟ لأنه أنا ما كتير رايقة اليوم. يا قول شو بدك يا فك عنا وتقدر نعرف نشتغل. عالنار. أنا بعرف. أنا جيت. بدي اطلب من معلم الوزير من نائب الوزير انه يعمل انشاء جسورة للمشاة بجبال هلا باسرع وقت ممكن ضروري فورا تم. والله جسورة للمشاة بجبال؟ ايه وليه تحمست هالقد على الموضوع؟ يعني في اعرف؟ انا بعرف. اها مزموزيل؟ نعم. ما سمعت المعلم فارس سعيد شو قال امبارح على الاخبار بالتلفزيون؟ شو قال؟ الممنوع منعا باتا من هلا ورايح اي كائن يكن انه يقطع الطريق بجبال. طيب انا لما اروح على جبال كيف بدي اقطع الطريق بلا السورة؟ انا بعرف. مزموزيل أعزائي المشاهدين، بيسعدني أنه استضيف معي الليلة سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد. أهلا وسهلا فيك بقرب تنحل. أحببت أن أعقد هذا المؤتمر أو بالأحرى هذا اللقاء الخاص في لبنان، وذلك للتحدث ببعض الأمور التي هي على علاقة بالوضع اللبناني الراهن. والله يعني هيئة الوضع بسوريا رايق على الآخر لحتى حضرتك تفرغت لنا وجيت لعنا لهون. عفوا سيدتي، هل هناك شيء في سوريا؟ هل حدث أي طارئ أثر على الاستقرار والهدوء في سوريا وأنا لا أعلم به لا سمح الله؟ لا، الوضع كتير رواق بسوريا. ما هيك؟ لا كتير رواق بسوريا. ما أردت التحدث عنه هو طرح مبادرة لإيجاد حل للأزمة في لبنان. نعم. وذلك انطلاقا من تأليف حكومة جديدة تؤمن الاستقرار لهذا البلد، ونحن حريصون، نحن حقيقة وصراحة حريصون على ذلك، انطلاقا من المبدأ الذي يقول جارك بخير إذا جارك بخير أنت بألف خير. حلو. طب تفضل سيد الرئيس، خبرنا أكثر عن هاي المبادرة اللي جاي حضرتك تقلنا عنها. إنما أنوي اقتراحه سيدتي الكريمة. نعم. هو عقد مؤتمر لبناني جامع، وذلك وعلى كل حال نحن بسرنا انه نستضيفكم عندنا بالشام. اهلا وسهلا فيكم هذا المؤتمر، ولكن بشرط ان لا تشترك به بعض الجماعات التي ليس لها اصلا صفه تمثيليه، وحضورها لا يؤثر باي شيء، كتيار المستقبل والقوات اللبنانيه والكتائب وكل ما يسمى ب 14 اذار. عفوا سياده الرئيس، بس كيف عم تسميه مؤتمر لبناني جامع اذا هو اللي سميتهم ما بدك اياهم يكونوا موجودين؟ بربك يقول لي اين المشكله؟ ان كل حكوماتنا وكل مؤتمراتنا في سوريا هي على هذا النحو. شوفي يعني الدنيا بألف خير عنا. مضبوط. فاين المشكله؟ اين المشكله في عقد هذا المؤتمر العام ويكون بالاشتراك يعني مع فايز شكر او اسعد حردان او الحاج محمد رعد او رفعت عيد او عبد الرحيم مراد؟ هل هناك تنوع اكثر من ذلك سيدتي الكريمه؟ على اي فريق متجانس؟ شكرا، يعطيك العافيه وانت كل فريق ربة الحل. متشكرك لك سياده الرئيس، يعطيك العافيه.